الغيرة بقى، ربنا يكفينا شر غيرة أنثى برج الحمل. غيرة برحب بكم كده أجمل ناس وأجمل عيلة في الدنيا، ومناسبة شهر رمضان هنعمل سلسلة نتكلم فيها عن نساء الأبراج الأول والرجال إن شاء الله يعني، ونوضح كده ونعرف صفاتنا ومميزاتنا وعيوبنا، ونغوص في ذاتنا أكتر ونتعمق ونعرف ايه الحلو وايه الوحش، نركز على الحلو ونبعد عن الوحش على قد ما نقدر، والحياة تبقى جميلة ونستمتع على قد ما نقدر. ولكن في البداية كده، اللي ما اشتركش يشترك عشان يتابع معانا بقى، واللي يعني لسه جديد برضو عرفنا بنفسه، لان انا رزل شوية بحب اقرا التعليقات وارد كده وارحب بالجديد. يعني الفارسة العنيدة عصبية وعنيدة وتملكية، وإياك إن أنت تقرب أو تفكر إن أنت تقرب من حاجة تخصها، هنا النار هتقلب تنين. أنثى برج الحمل، أنثى برج الحمل، قلت قبل كده وبقول ولسه هقول، ما احنا مطولين مع بعض، من أكتر النساء إن ما كانتش أكترها اللي تقلب الترابيزة على الجميع وقت غضبها، وقت ما حد يقرب من حاجة تخصها، ولا تخشى العواقب لأنها شجاعة جدا جدا، ولا تخشى إطلاقا من المواجهة. كريمة قوي، جدعة، بنت بلد، ما تجيش على ضعيف وتقف مع الضعيف، دمعتها ما تحبش حد يشوفها إطلاقا، ممكن تسامح لأنها بتحب الحياة لو بتحبك قوي، ولكن إذا كررت الغلط صعب إن هي تسامحك مرتين على نفس الغلط. دي الحملوية ودي الطباع اللي جوه قوي، اللي موجودة في شخصيتها قوي، ولازم انت تكون عارفها قوي قبل انت ما تتعامل معاها. انثى برج الحمل قلت وبقول تتمتع بكاريزما، ليها كاريزما اخاذة على لمسة براءة، ودائما عندها يعني او جسدها جسد مشدود او ممشوق او فاتن زي الوتر المشدود كده، تحس ان انثى برج، انا مش عايز يعني انثى مقسمه زي ما احنا بنقول، لذلك هي فارسه جدا. ولو عملنا حلقه عن السمات الشكليه لكل برج او انثى كل برج، هنوصف او نقول كلام قوي، وهنتكلم عن جسد انثى الحمل اللي هو بيكون مميز ويستحق فعلا الاشاده، واحنا بنتكلم من باب التوضيح بس، احنا عايزين نوضح الصفات اللي فيها الداخلية والخارجية. أنثى برج الحمل تتمتع بسرعة بديهة أخاذة، وما تسيبش حقها، متحدية من الدرجة الأولى، فارسة. انت غلطت فيها، لا ناخد حقي، لا تخشى المنافسة ولا تخشى التحدي، بتحب التحدي قوي. ولذلك هنا المفارقة، لو انت رجل غلبان، والرجال طبعا غلابة مع أنثى الحمل، هي ما تقتنعش بواحد ضعيف الشخصية دغري، وتحب اللي هو شايف نفسه شوية، كل حاجة في المعقول حلوة، حاسس بنفسه شويتين، شخصيته قوية، عارف هو عايز ايه، يمشي بخطى ثابتة يعجبها قوي، يدخل دماغها قوي، بس يعمل تقيل او تنك عليها هتطيره من وشها، ما تستحملش، مش صبورة، مندفعة، متهورة في بعض الأحيان، وتملكية من الدرجة الأولى، وتحب أوي اللي يمدح فيها، وتحب أوي الكلام اللي يحسسها بقيمتها، وتحب أوي إن أنت تقدرها أوي، يعني الحاجات دي بشكل أوفر في شخصية الحملوية، لو غابت عنك ممكن تعمل مشكلة. خش بقى على التقيل، انت لسه ما شفتش حاجة واحنا بنبتدي كده، يا ريت ندوس لايك عشان كل الحملويات واللي مرتبطين بيهم يفهموا الطباع اكتر واكتر، نفسنا في كده يعني، ندوس لايك ونشير بقى، اعملوا شير كتير قوي ابراج الحمل واللي بيحبوا ابراج الحمل يعني، وندوس لايك توصل لبقية اصدقائنا. شكاكة، شكاكة الحملوية، شكاكة، هتحط لي نفسك في موضع الشبهات يبقى انت اللي جبته لنفسك، ومحدش هيسمي عليك. ومن الإناث اللي تدي كل حاجة، لو حبت وفي ثانية تاخد كل حاجة، سريعة قوي في الحتة دي، ومشاعرها تبان عليها. الحملوية صعب تداري لو حبت، مش زي مثلا العذراء أو الدلوية على سبيل المثال، ما احنا هندخل عليهم كلهم بالترتيب.
تلاقيه باين عليها، على وشها، في طريقة كلامها، في نبرتها، مملوءة بالنشاط والطاقة العاطفية، شعلة. أنثى برج الحمل شعلة مشتعلة، ومن هنا بقى حبتك، اقتنعت بيك، هتشوف معاها مغامرات وتحديات، وهي بتكره الروتين، فهتلاقيها متجددة لوحدها كده، بتجدد في نفسها وتفهم دماغك انت عايز ايه، وتبدأ ان هي على طول بسرعة ان هي تلبي لك طلباتك، ده لو حبيتك. اما لو ما حبيتكش بقى هتسود عشتك، هتوريك النجوم في عز الظهر. انثى الحمل مش عنيفة ولكن قوية الشخصية، ولو انت رجل يعني كده لو انت رجل كده يبقى انت مش هتملى عينها، واذا ما مالكش عين انثى برج الحمل سوري في اللفظ هتركنك، وتشوف بقى على رجل، وتحب الرجل اللي هو ما بيرجعش في كلمته قوي، يعني اللي هو وشيك، اللي هو بيهتم بلبسه مش اللهطل، او اللي هو روتيني، او اللي ما تحبش اللي يلبس لبس كلاسيكي واللبس القديم والحاجات دي، تحب اللي هو ايه، واخد باله من نفسه. إيه زي ما احنا بنقول كده، احنا وضحنا ابرز الصفات، العيوب والمميزات كله دخل على بعضه في انثى برج الحمل. الحملويات بقى هينزلوا في التعليقات دلوقتي يقولوا لي الكلام ده فيهم ولا لا، لان انا بقرا كل تعليقاتكم. والحلقه الجايه بكره ان شاء الله هنتكلم عن ملكه الرزانه والعقلانيه انثى الطور، ونقول حاجات ما اتقالتش خالص لا في القناه دي ولا في القنوات التانيه عن الثورية. لا، لازم نيجي بالجديد ونضيف حاجة جديدة محدش يعرفها، الغيرة بقى. ربنا يكفينا شر غيرة أنثى برج الحمل، غيرة قاتلة، قاتلة، غيرة جنونية، عندها غيرة زي الرجل كده. غيرة أنثى برج الحمل جبارة، نارية، غيرة من العيار الثقيل، ولو حبيتك هتغير، هتغير قوي. ولماحة، بصيت لمين؟ انت معجب بمين يا روح امك؟ انت بتفكر في مين؟ انت بتكلم مين؟ لا، اظبط نفسك. وهي ما بتعرفش تداري اللي جواها على لسانها، مش حويطه قوي، ودي من عيوبها، يعني ما تعرفش اللي حاسه بيها، ما قالتوش ما ترتاحش، ان ما طلعتش اللي جواها ما ترتاحش. فالغيره بتاعتها ممكن تتعبك قوي لو انت بالذات راجل عينك زيغه، وكل الرجالة يعتبر يعني، أو المعظم ممكن يكون عينيهم زايغة إلا ما رحم ربي، ولكن لو أنت عينك زايغة بزيادة قوي يبقى مع أنثى برج الحمل هتجيبه لنفسك، وهتقلب عليك، وهتوريك الوش الخشب، وهتقول يا ريت اللي جرى مكان، وهتتندم ندم عمرك. وأنثى الحمل مش أنثى طويلة الندم، يعني ما تقعدش سنوات تتندم حتى لو الحاجة كانت مميزة، لا، فترة قصيرة من الإناث اللي تندم فترة قصيرة، وريفريش وتجدد، وهي اللي بتحب الحياة والسيناريو، رتم حياتها سريع. لذلك الرجال اللي بتتبارد أو اللي بتتقل زيادة عن اللزوم، تيجي تلاقي في تشك في التوافق بينها وبين أنثى برج الحمل، ما يعمروش مع بعض، ما يستروش مع بعض، ما يعجبوش بعض. هي كده الحملوية. استنى اراكم زي ما انا قلت، قنواتنا التانية، الانستجرام، الفيسبوك، كل الروابط دي في وصف الفيديو لو انت على اليوتيوب، في التعليقات لو انت على الفيسبوك. اي حد تاني بتشوفه فيديوهاتي عنده غير محمد ابو زيد نصاب، بلغوا عنه والغوا المتابعة على طول فورا، عشان دي اشخاص بتنتحل شخصيتي واشخاص نصابة. وبحبكم جدا، والى اللقاء بكرة مع انثى برج الدور.